دخول المنتصر. ولما اقتربوا من أورشليم ووصلوا إلى قرية بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه قائلا لهما: ادخل القرية المقابلة لكما، تجد في الحال أتانا مربوطة ومعها جحش، فحل رباطهما واحضرهما إلي، فإن اعترضكما أحدا قولا الرب بحاجة إليهما وفي الحال يرسلهما. وقد حدث هذا ليتم ما قيل بلسان النبي القائل: بشروا ابنة صهيون، ها هو ملكك قادم إليك وديعا يركب على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل ما أمرهما به يسوع، فأحضر الأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فركبا، وأخذ جمع كبير جدا يفرشون الطريق بثيابهم، وأخذ آخرون يقطعون أغصان الشجر ويفرشون بها الطريق، وكانت الجموع التي تقدمت يسوع والتي مشت خلفه تهتف قائلة: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي. ولما دخل يسوع أورشليم جظت المدينة كلها، وتساءل أهلها: من هو هذا؟ فأجابت الجموع: هذا هو يسوع النبي الذي من الناصرة بالجليل.